الملاريا والدارية والجنسية. مش بس كده، ده كان في underlying factor مشترك في كل الحاجات دي، وهو المانيوتريشن. اكتشف الواد ده اللي مات من نمونيا، مات من نمونيا وكان عنده مانيوتريشن. الواد مات من دارية، مات من دارية وكان عنده مانيوتريشن. الواد مات من الميزل، مات من الميزل وكان عنده مانيوتريشن. فبالتالي المانيوتريشن كان underlying factor عامل مشترك في كل اطفالنا. وعشان ما نضربش الدرجات الصح، قالك على الرغم ان كان في effective affordable intervention، على رغم ان كان في خدمات صحيه، كان في دكاتره خدمات صحيه موجوده فعلا في البلاد دي، لانها ما كانتش بتوصل لكل البيبول، ما كانتش وصلت لكل الانفورميشن. عشان كده طلع البرنامج ده وهدفه الاساسي هو طلع ليه؟ عشان العيال تموت، وهدفه الاساسي العيال ما تموتش، نقلل الديس. انا عندك نعمل حاجه اسمها تشايلد سرفايفر، ازود عدد العيال الناجين من الموت، يبقى قلل الديس، نعمل تشايلد سرفايفر. خلاص؟ طب خلاص العيال ما بقتش بتموت، ازود تعبانين؟ لا، ابدا اعمل جروس اند ديفلوبمنت موتور. يبقى تاني هو اسمه اي اف سي اي انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد دوت ايرنس، البرنامج المتكامل لعلاج طب الاطفال. اللي درس 1995 طلعت النظام في اليسير بالتعاون مع دبليو اتش او. خلاص؟ طلعت ايه؟ اللي في 1 مليون تشايلد بيموتوا كل سنه من خمس امراض اساسيه. ايه هما؟ نمونيا والميزل والملاريا والدارية والديبتي ويفا. كان في اندرلاين فاكتور ثالث، ايه هو؟ المانيوتريشن. وعلى الرغم ان كان في افكتيف افوردبل هيلث انترفيشن، في خدمات صحيه موجوده اللي هي توصل لكل البيبليشن. عشان كده طلع البرنامج ده وهدفه الاساسي ان يزود التشايلد سرفايفل، يعني قلل الديس. طب قللنا الديس، قلل بقى الامراض نفسها، نبدا نعمل ديفلوبمنت اند جروث مونيتور. خلاص؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ ان اوفر افكتيف هيلث سيرفيس، خدمات صحيه بس توصل لكل، يعني عدل العلم اللي كان فوق، اوفر افكتيف هيلث سيرفيس انها توصل لكل الناس. خلاص؟ دي كده مقدمه. البرنامج اسمه انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد دوت ايرنس، البرنامج المتكامل لعلاج طب الاطفال. البرنامج طلعته من نظام اليونيسيف بالتعاون مع دبليو اتش او سنه 1995. طلعت ان هم اكتشفوا في 1 مليون تشايلد بيموتوا من خمس امراض اساسيه، اللي هم ها نمونيا ومويز وملاريا ودارية ودنجي فيفر. كان في عندنا بقى سب فاكتور ثابت عامل مشترك اسمه المالنيوتريشن. وعلى الرغم ان كان في افكتيف افوردبل هيلث انترفيشن، في خدمات صحيه موجوده بالفعل في البلاد دي اللي هي توصل لكل البنيشن، توصل لكل الناس. عشان كده طلعنا البرنامج وهدفنا ان احنا نقلل الديس، يعني نزود الشتات سرفايفل، وبعد كده نعمل مونيتورنج للجروس والديفلوبمنت، او نزود الجروس والديفلوبمنت. خلاص؟ طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ بنوفر افكتيف هيلث سيرفيس توصل لكل البيت. بعد كده خد المقدمه دي وقسمها لعنوانين، ايه الاوبجيكتيف؟ دي حاجه في اي مسار. بي بي سي ار. ايه الهدف؟ لا. ده الاوبجيكتيف الوحيد في الكومنتي اللي مش بي بي سي ار. ايه الهدف؟ نقلل الديس. نقلل الشايلد ديس، يعني ازود الشايلد سرفايفل. طب خلاص العالم بس بتموت، تزود تعبانين؟ لا، ابدا ازود الجروس والديفلوبمنت. وخد الكلمتين دول وحطهم تحت عنوان اسمه الاوبجيكتيف. يبقى ايه الاوبجيكتيف بتاع اي مسار؟ حاجتين، ان ازود الشايلد سرفايفل يعني اقلل الديس، وبعد كده اعمل جروس وديفلوبمنت مونيتور. طب ايه الراشنال؟ كلمة راشنال يعني السبب، يعني الكوز. ايه السبب اللي عشان طلع الاي ام سؤال؟ ايه السبب؟ ده الهدف. ايه السبب؟ ان كان في 1 مليون تشايلد في الاطفال اقل من 5 سنين بيموتوا كل سنه من خمس امراض اساسيه اللي هي النمونيا والميزل والملاريا والدارية والدنج فيفا. والمانيوتريشن كانت اندرلاين فاكتور. المعلومه دي جديده؟ لا. قال لك ان ثلاث ارباع امراض الاطفال بسبب الخمس حاجات دي، ثلاث ارباع العيال اللي بتموت او حصل لها مشاكل كان مسؤولها بسبب الخمس امراض دي. زود عندك معلومه واحده بس جديده. قالك انت لو قاعد جنب دكتور اطفال، او تقف في صيدليه جنب دكتور اطفال، او لو رحت البيت جبت الروشته بتاعت اخوك الصغير او الشتات بتاعت اخوك الصغير في مده سنتين وخدتها مع بعض، هتلاحظ ايه؟ هي نفس الادويه. يبقى هنا دكتور اطفال يعني جبت روشته واحده وصورها لكل امهات. اشمعنى؟ اصل الاطفال بتجيلي بنفس الحاجه، لو تشيكن بوكس انتشر في البلد كل عيل جالي بتشيكن بوكس، لو الدائره انتشرت في البلد كل عيل جالي بدائري. عشان كده قالك ان الدكتور بتاع الاطفال ما بيحاولش يوصل لوان دايجنوزيس. تلاقي تبص كده على التشخيص بتاع دكتور اطفال اللي كاتب له دايريه. كاتب له فيفا. كاتب له جاستر اونترايتس. الحاجات دي دايجنوز؟ هو في مرض اسمه فيفا؟ في مرض اسمه دايريه؟ في مرض اسمه جاستر اونترايتس؟ لا، الحاجات دي سيمبتوماتيك، ده سيمبتوم مش مرض. عشان كده هو ما بيحاولش يوصل لسنجل دايجنوز، ما بيحاولش يوصل لتشخيص واحد، انه بيحطه في سيمبتوماتيك كاتيجوري، في سيمبتوم. اشمعنى؟ اصل الطفل يكون جاي وعنده اكثر من سيمبتوم. الواد ده مناعته قليله، فبالتالي الطفل اللي جاله اونترايتس اللي جاله الاول، امه عملت له يوم الاونترايتس في اول شهر نزل على جاي دي عملت جاستون تراكس قفلت السكن تو جاتو او ذات سميت زرع على وش شويه كراش اسمه راش. فانت الواد جاي عنده سرايتس، عنده فرنجايتس، عنده جاستون تراكس، عنده ذات سميت، عنده شويه تشكيل. الموضوع ده كله اتعالج بعد ما قلت بحاجات سيمتوماتيك. عشان كده انا ما يهمنيش هو مين الاول، هو الواد ده عنده فيروس جاستون تراكس ولا بكتيريا جاستون تراكس، والواد ده عنده فرنجايتس بسبب الميزل ولا بسبب البامبس ولا ستاف ولا سريب. ما يهمنيش نوصل للاورجانيزم لوحده، ما يهمنيش نوصل لوان دايجنوزيس، انا بحطه في سيمتوماتيك كمان عشان الطفل اللي عنده اكتر من ايرنس ان ذا سيمتوم عند اكثر مرض في نفس الوقت. وكان هي الراشنال او هي الكوز اللي اكتشفت فيه مليون طفل من اطفال اقل من خمس سنين بيموتوا كل سنه من خمس امراض اساسيه هي الميزل والملاريا والدارية والدنج فيفر والنمونيا. كان في مال نيوتريشن هو الاندرلاين فاكتور بتاعها. تلات ارباع
التيست او الان بتاعت الاطفال بتكون بسبب الخمس امراض دي. خلاص زود بس معلومه جديده، قال لك ان دكتور اطفال في اي ام اس اي ما بيحاولش يوصل سنجل دايجنوز، يعني بيحط سيمتوماتيك تجاوب. ايش معنى؟ عشان ده يجي لك عنده اكتر من النس اذا سمت. ها عندك مشكله؟ طيب بعد كده قال لك احنا قسمنا ان العيال في اول شهر اسميها يونيك. طيب من الشهر الثاني لحد اول سنه اسميها بص يونيك، من السنه الثانيه لحد خمس سنين بسميها بريس كول. دي التقسيمه بتاعت الاطفال في اي حته. تعمل قال دكتور اطفال في اي الدنيا تقول له قسم لي الاطفال هيسالك التقسيمه دي، ما عدا الاي ام اس اي هيقسمها تقسيمه خاصه ليه هو، مش هتشوفها في اي حته غير الاي ام اس اي. ماشي. قال لك الطفل اول شهرين اول 2 مانس بسميه سيك يونج انفان، عيل صغير تعبان انفان. طيب العيل ده من الشهر الثالث لحد السنه الخامسه بسميه سيك تشايلد. يبقى تاني التقسيمة بتاعت الأطفال اللي خدناها المرة اللي فاتت أو خدناها في أول حصة، دي التقسيمة بتاعت الأطفال عند كل الدنيا في كل كتب الأطفال. الأي إم إس أي مقسم لنفسه كتاب لوحده تقسيمة لوحدها، قال لك إن الطفل أول شهرين بسميه سيك يونج إن، طب من الشهر الثالث لحد خمس سنين بسميه سيك تشايلد. عشان كده الطفل أول ما هو دخلنا كنت عاوز أطبق كلام الأي إم إس أي، أول سؤال بتسأله الواد ده عمره قد إيه؟ لو شهرين أو أقل سيك يونج إن، أكتر من شهرين سيك تشايلد، هتفرق معاك؟ قال لك أه. الواد ده هيخش من عيادي وهتسال امه عنده قد ايه؟ لو طلع عليه شهرين بسميه سيك يونج انفانت، وادور فيه على حاجه اسمها سيفير ديزيز او اللوكال بكتيريال انفكشن. زي ايه السيفير ديزيز؟ ايه الامراض اللي ممكن تجي للطفل عمره شهرين؟ اشهر حاجه الجونز او تغيير الجو واللبن والكلام ده يجيله شويه دايريه، او اسمها كده لوكال بكتيريال انفكشن زي اللي وصلنا له طلع على سبيل المثال. خلاص؟ واول حاجه الطفل ده هيقسمه الى سيك انفانت وسيك تشايلد. السيك انفانت بدور فيه على سيفير ديزيز او لوكال بكتيريال انفكشن، زي ايه؟ زي الدوريه، زي الجوندس او لوكال بكتيريال انفكشن. الطفل اللي عمره اكثر من شهرين بسميه سيك تشايلد، هدور فيه على دينجر ساين، علامات الخطوره، على اي حاجه اسمها دينجر ساين. زي ايه مثلا؟ واد جالك كونفلجن، واد جالك بليسرجي، انكونشسنس، واد فاقد الوعي، ان ابيلتي تو درينك، ان ابيلتي تو بريست فيد، عيل جالك بفومتنج، بدوريه، بكف، بديفكالت بريسنج، الحاجات دي كلها بسميها دينجر ساين، حاجات خطيره لازم اخد بالي منها. فتاني في اي ام اس اي بس في الاطفال تقسيمها دي اللي عمره شهرين بسميه سيك قولوا سيك يونج انفان، بدور فيه على ها سيفير ديزيز او لوكال بكتيريال انفكشن، زي ايه؟ زي الدارية او الجوندس او مرض اسمه لوكال بكتيريال انفكشن. طيب الواد ده اللي عمره اكثر من شهرين بسميه سيك تشايلد، بدور فيه على ايه؟ على اسمها دينجر تشايلد. مكتوب عندك الكف ديفكالت بريسنج الفومتنج الدارية كده، في حته ثانيه الكونفرجن الليثارجي الانكونشسنس الابيلتي تو درينك او الابيلتي تو بريست فيد، الحاجات دي كلها بسميها الدنجسر. خلاص؟ طيب يبقى اول ما الطفل يخش من العيال اول سؤال بساله عمره، لو عمره اقل من شهرين سيك يونج انفانت، لو عمره اكثر من شهرين سيك تشايلد، سيك يونج انفانت هدور فيه ها على سيفير ديزيز او لوكال بكتيريال انفكشن ازاي؟ الدارية والجوندس واللوكال بكتيريال انفكشن. طب لو اكثر من شهرين بسميه سيك تشايلد، هدور فيه على الدنجر ساين ازاي؟ الديفكالت بريسن او الكوف او البومبتنج او الدريه، او ضغط عندك الكونفرجن والليثارجي والانكونشسنس الابيلتي تو درينك او الابيلتي تو بريس، الحاجات دي كلها بسميها دنجر ساين. طب دورت على الحاجات دي هتبدا تدور على حاجات روتينيه روتينلي اسسمنت، حاجات اي دكتور اطفال في اي حته في الدنيا اي كان شكوى الطفل لازم يدور عليها، زي مثلا النيوتريشنال ستيتس. الواد ده بيرضع ازاي؟ طبيعي ولا بيرضع صناعي؟ لو برضه طبيعي كم مره في اليوم بينام بعدها ولا لا؟ بتقرعيه ولا لا؟ بيشرب ولا ما بيشبعش؟ لو برضه صناعي نوع اللبن ايه؟ المقدار قد ايه؟ برضه كم مره؟ بسجل خطوه ولا لا؟ لازم اعرف النيوتريشنال سيس الواد ده بيرضع ايه وما بيرضعش ايه؟ ياكل ولا ما بياكلش؟ اي ضغط في الدنيا اي كان شكته لازم اسال على الحاجه دي. خلاص؟ ثاني حاجه اسال على الاوبتمايزيشن، الواد ده مطعم ولا مش مطعم؟ الواد عمره سنتين خد كل التطعيمات الاقل سنتين ولا فوت حاجه؟ اسال على الاوبتمايزيشن، ادور على حاجه اسمها دوارمنت ستيتس يعني بارازيتك انفكشن، في علامات بتظهر على الطفل بتدل لي ان الطفل ده عنده بارازيت انفكشن، فابدا ادور على نوع البارازيت اللي عنده وعندي دورمنت ستيتس يعني بارازيت انفكشن. تاني في الاي ام اس اي قسمت الاطفال الى حاجتين سيك انفانت وسيك تشايلد. السيك انفانت بدور فيه على سيفير ديزيز او لوكال بكتيريا انفكشن ازاي؟ دارية جوندس لوكال بكتيريا انفكشن. طب السيك تشايلد بدور فيه على الدينجر ساين ازاي؟ ها لسه في كونفرجن انكونشسنس ان ابيلتي تو ترين ابيلتي تو بريس فيد، عارف يرضع ولا عارف يشرب او كف او ديفكالت بريسنج او كومبتنت او دايت، الحاجات دي كلها بسميها دينجر ساين. طيب بعد ما خلص دي او خلص دي تبدا تدور حاجات روتينيه زي نيوتريشن ستاتس ايمنايزيشن ودارك ستيتس. طيب بناء على الحاجات دي كلها بناء على هو سيت انفانت وسيت تشايلد بناء على دينجر ساين او سيفير ديزيز انت لقيت بناء على النيوتريشن والايمنايزيشن ودارك ستيتس تعمل الطفل ده تشايلد كلاسيفيكيشن، بتقسم الاطفال اللي عندك الى ثلاث حاجات
تدي كل واحد لون، ادي كم واحد لون من كمهم؟ من ثلاثه، يبقى ثلاثه اسمه تريان. بقسم العيال على حسب اللون اسمه كولر. خلاص تريات ست. اللون ده لا هو بتفضى لما ياخد اللون البنك، ولما معناه خطوره. الواد ده اعمل له ريفيرال وادمشن، اتحجز في المستشفى دلوقتي. لما الواد بتاع ياخد اللون اليلو الاصفر، وده معناه الواد ده لسه بوردر لاين ما بينه وما بين في نص الطريق. الواد ده يتحجز اول بشر تكلمك تعالى خارجيه وياخد علاج لحد اخر اليوم، وبعدها بروح البيت. او الواد ياخد اللون الجرين اكتب له علاج وروح البيت. يبقى تاني بناء على الحاجات دي هعمل سايد كلاسيفيكيشن، هقسم العيال على حسب ثلاث الوان اسمه كلر ترايات سيست. لما ياخد اللون البنك فابتدى حاجه خطوره، الواد ده يتحول للمستشفى ويحصل له ادمشن ريفيرال عند ادمشن في الوزن. طب الواد ده لو خد اللون اليلو يبقى هو بوردر لاين، ممكن يجي منه كومبليكيشن فهدوسه معايا على خارجيه لحد اخر اليوم، بعد كده يروح البيت. الواد لو خد اللون الاخضر او الجرين هروح ياخد سبورتيف هوم تريتمنت. مش كده؟ طيب دكتور اطفال بيستخدم عدد نمبر او نمبر من الانفستيجيشن كتير ولا قليل؟ كم مره رحت دكتور اطفال وطلب منه اكسجين سي تي اكس راي سونار؟ كم مره؟ قليل جدا. فبالتالي دكتور اطفال في الاي ام سي اي بيستخدم نمبر من الانفستيجيشن او السايت، بيستخدم عدد صغيره او عدد قليل من الاختبارات والانفستيجيشن. طيب بيستخدم ليمتد نمبر من الدراج، لما تكون هو نفس الدواء بتكتبه لكل الناس. سيبت الدكتور اطفال هتلاقي لك ايه؟ هو شغال انتي بايوتيك، حاجات للكحه، حاجات للدوريه، حاجات للناس المعويه، حاجات معروفه هي كل مره اللي بيكتبها. لو استخدم ليمتد نمبر من الساين يعني ما بيستخدمش الانفستيجيشن كتير، واستخدم ليمتد نمبر من الدراج. مش كده؟ قال لك ان دكتور الاطفال في الاي ام اس اي مش هدفه بس ان يشخص الطفل ويديله كلاسيفيكيشن ويكتب له علاجه، مش ده الهدف. الهدف كمان ان نعمل اكتف بارتيسيبيشن للكير تيكر. امسك الشخص اللي باخد دوره الطفل سواء الام او جدته او حد قاعد معاه، الكير تيكر ده اعمل له معايا اكتف بارتيسيبيشن، اعرف الطفل ده عنده ايه بالظبط، اشرح له حل، اعرف الطفل ده ايه البرنسبل اوف فيدنج، الواد ده هيرضى ولا مش هيرضى، الفلويد ياخد ميه قد ايه وياخد ميه ولا ما ياخدش، يشرب عصير ولا ما يشربش، واعرفه ايه الساين، ايه العلامات اللي ضغط على الطفل ترجع لي الميه. مش لا؟ فتاني اي ام اس اي او انتجريتد مانجمنت في شادود اليس برنامج بيتكامل علاقه بالاطفال طلعته نظمت اليونسيف بالتعاون مع دبليو اتش او. الكلام ده كان سنه 1995 طلعت عشان في 1 مليون تشايلد الاطفال عمرهم اقل من 5 سنين بيموت كل سنه من 5 امراض اساسيه نمونيا وميزل ومالاريا ودايريا ودي. كان في عامل مش عامل مشترك اسمه المالنيوتريشن، ولكن ما تقدمش الدول دي على الرغم ان كان في افكتيف وافوردبل هيلث انترفينشن، كان مخلي مصر حاجه موجوده انها عشان توصل لكل الناس. عشان كده طلعنا البرنامج هدفنا الاساسي نقلل التيست يعني ازود ريسيرش فايند، بعد كده اعمل زياده او امبروفمنت في جروث وديفلوبمنت. هعمل الكلام ده ازاي؟ بنوفر افكتيف هيلث سيرفيس تغطي كل الناس. خد الكلام ده وطلع منه اوبجيكتيف وطلع منه روشنال، قلنا الاوبجيكتيف اللي ازود السرفايفل يعني اقلل التيست واعمل امبروفمنت للجروث وديفلوبمنت من دول. بعد كده ايه الراشنال؟ طلع عشان في مليون طفل بيموت من 5 امراض اساسيه والمال الشرعي عامل مشترك. قال ان ده ترفع امراض الاطفال ده بسبب الخمس حاجات دول. وان دكتور الاطفال ما يحاولش يوصل لسيمبل دايجنوزز. ان الطفل يكون جاي وعنده اكثر من النس ان ذا سيم تايم، فبالتالي احطه في سيمبتوماتيك كاتيجوري ان هو دايجنوز ده كده. خلاص؟ بعد كده قال لك الاطفال هنا في اي مصحات قسمناها لحاجتين، اقل من شهرين بسميه سيتيام جانفر، بدور فيها على سيفير ديزيز او لوكال بكتيريا انفكشن زي الدارية او جوندس او لوكال بكتيريا انفكشن. طب اكتر من شهرين بسميه سيتي تشايلد، بضغط فيه على الدينجر ساين زي كونفرجن ليسرجي انكونشسنس ابيليبسي الابيلت درينك الابيلت بريست فيد ذا كاف ذا ديفكت بريسنج ذا فوميتنج ذا داي، الحاجات دي كلها بسميها دينجر ساين. بعد ما شفت ده او شفت ده بدور على حاجات روتيني اسسمنت، حاجات بتدور عليها بشكل روتيني في كل الاطفال اي كانت شكلها زي النيوتريشنال ستاتس والاورجنايزيشن والدارمنج ستاتس. بناء على خمس حاجات دول او كل الداتا اللي خدتها على الطفل دي بتعمل شارت كلاسيفيكيشن بديله لهم ثلاثه فاسمه كلر ترايات سيستم. لما ياخد اللون البنك او الاحمر وده عامل له ريفيرال وادمشن في المستشفى، لما ياخد اللون اليلو الاخضر وده اتحجز في العياده مش هتجي لك اروح اخر اليوم، لما ياخد اللون الجرين ده لوت كويس ياخد علاجه واروح ياخده في البيت سبورت اوف هوم كريت. خلاص؟ قال لك دكتور الاطفال في اي ماشي بيستخدم ليمت النمبر من الساين، ما بيستخدمش الفيزيشن كتير، ما بيضربش اشعه في الحديد كتير، بيستخدم ليمت النمبر من الدراج. هدفي مش بس نشبع الطفل تكون له شتة ويلا روح عشان غيرك ورايا، لا لازم اعمل اكتف كونفيشن، لازم اقعد اعمل انفستيجيشن او كونسلنج للكير تيكر عن اهميه او اخرت الطفل ده واعرفه ايه الفيدنج هياكل ايه، ايه الفلود هيشرب ايه مش هيشرب ايه، اخر حاجه ايه الساين اللي طلع على الطفل فيرجع لي الميكرو. خلاص؟ بعد كده بدا يشرح الكلر ترايت سيستم اللي احنا قلناه، قلنا لابن دايلو لابريم. بعد كده ايه الستيب؟ ايه الخطوات؟ ايه الخطوات بتاعت الاي ام سي ار؟ زي اي كشف افراد التاني. اول حاجه اول ما ست بتخلك بتسالها هي دي انيشال فيزيت ولا فولو اب؟ اول مره تجيلي ولا دي زياره ولا دي اعاده؟ ليه؟ عشان لو جه قبل كده اكيد له عندي سي في له عندي فايل، فده ما ياخد انيشال او ده اشكف على الطفل الاول خالص اجيب الفايل بتاعه اعرف كل حاجه عن الطفل ده. اول حاجه تبقى رقم واحد اعرف هي انيشال فيزيت
ولوجود الاب. بعد كده عرفت يا باشا لسه بنت ولوجود الاب. اسال الام عن الديموغرافيك داتا. اخد شويه هيستوري على الطفل ده. عنده كام سنه؟ اتولد ازاي؟ اتولد فين؟ عنده كام اخ؟ هو لو عنده واحد فيهم سنه قد ايه؟ اخد شويه ديموغرافيك داتا عن الطفل. بعد كده سؤال يا ماما اللي جايبك، اسال النظر عن البيبي بروبلم. ولا الواد جس الواد بيرجع الواد سخن ايا كان. اقوم اخد الفايتال ساين حياة الحيوية، شوف الحرارة، شوف البريشر، بلاد بريشر، شوف البلس، شوف الفايتال ساين. اخر حاجة اطبق الخطوات بتاعت الاي ام اس اي الامان. يبقى ايه الستيب بتاعت الاي ام اس اي؟ خمس حاجات. اول حاجة اسال الام هي لسه بنت ولا الاب. بعد كده اخد ديموغرافيك داتا. بعد كده اسال عن البيبي بروبلم. اقوم اخد الفايتال ساين. اخر حاجة ها اخر حاجة اطبق خطوات الاي ام سي اي. الاي ام سؤال هندوس انا جايه بالتفصيل في الاطفال، وانا ده الامتحان الوحيد الاوبن بوك كل الطب كلها، ما تخش معاك الامتحان ومعاك الكتاب ومش عارف تعمل حاجه. الاطفال. ده كتاب الاي ام سؤال. ماشي. انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد دوت ايلنس، عشان فاهمين الموضوع ده في شغل غلط. بس كده الدكتور عامله ازاي؟ بصوا هو الكتاب ده ما حدش بيحفظه، المفروض تكون داخل والطفل وامه قدامك وتبص في الكتاب. عايز اعمل اسسمنت لبتاعه الدرشه مثلا. خلاص؟ قال لك انت عندك علامات اهي مكتوبه في الخط الاحمر. بتسال ام عليها، لو لقيت عنده اثنين او اكثر من العلامات دي يبقى ياخد اللون الاحمر. يبقى الواد ده عنده سيفير دايدريشن. طب ما لقيتش، هتسال على العلامات المكتوبه في الخط الاصفر. تسال ام على الساين دي، لو لقيت عنده اثنين او اكثر الواد ده عنده صمد هايدريشن. هيبقى ده خارجيه وبعدين يروق. طب ما لقيتش، تدور على الحاجات الاخضر، يبقى الواد ده ما عندوش دايدريشن. بعد كده هتدور مثلا على الفيبر. عندك اي ساين تكون موجوده في الفيبر، لقيتها موجوده تبقى هاي فيبر. طب ما لقيتش موجوده تظهر على الاصفر تبقى صام فيبر، ما لقيتش موجوده تظهر على الاخضر تبقى لو فيبر، فبتبدا تمشي على كل ساين اللي عندك تسال الام عن الحاجات دي، بتجيب كل ساين وجنبه، ايه الحاجات اللي موجوده في الاحمر؟ ايه في الاصفر؟ ايه في الاخضر؟ ايه في الاحمر؟ ايه في الاصفر؟ ايه في الاخضر؟ وهكذا، تمسك الكتاب ده تسال الام اول حاجه عن الهيدريشن، عنده حاجه من الحاجات دي؟ تقول لك اه، لقيت اثنين يبقى عنده سيفير دايجريشن، ما لقيتش تنزل على الاصفر، عنده حاجه من الحاجات دي؟ تقول لك اه، لقيت اثنين يبقى عنده صندوق هيدريشن، ما لقيتش تنزل على الاخضر وهكذا، ده المقصود بالتشايلد كلاسيفيكيشن. خلاص؟ نخش بعد كده على التطعيمات. الكومبالسري فاكسينيشن التطعيمات الاجباريه. وده طعم سهل ولذيذ وحرام حد يطلع مش حاضر. اول حاجه حطوا عندي الشهور اللي بدات الطفل فيها تطعيمات. اول حاجه صفر يعني اول ما اتولد. بعد كده قبل الشهر الثالث يعني الاول او الثاني. 2 4 6 9 12 18 فتاني صفر قبل الشهر الثالث 2 4 6 9 12 18 حد يحفظ معايا الكلام ده قبل الشهر الصفر قبل الشهر الثالث ها 2 4 6 9 12 18 كلهم في ودي ما عدا ده اللي هيبقى عليه الاستثناء ده استثناء في كل حاجه مخالف الجماعه في كل حاجه يبقى كلهم او بي ما عدا قبل الشهر الثالث بقى ده كان اسمه ها اسمه البيجي يبقى كلهم فيهم او بي في ما عدا ده في البي سي جي. فتاني احفظ اول الشهور الايج صفر قبل الشهر الثالث ها 2 4 6 9 12 18 كلهم او بي في ما عدا كلمه معادي وراها على طول الثلاثه ما عدا قبل الشهر الثالث بحط فيه البي سي جي. حل المشكله؟ طيب طلع الارقام اللي مش زوجيه من اللعبه. الصفر هيطير رقم مش زوجي، الثالث رقم مش زوجي، التاسع رقم مش زوجي، فضل مين؟ الارقام الزوجيه بس 2 4 6 12 18. عندي فاكسينين واحد اسمه دي بي تي وواحد اسمه ام ام ار. ابدا بمين؟ قلنا حرف الدي قبل حرف الام، فهبدا فوق بالدي بي تي واحط تحت الام ام ار واصالحهم على بعض الدي بي تي والام ام ار. وتاني صفر قبل الشهر الثالث 2 4 6 9 12 18 كلهم او بي في ما عدا ما عدا قبل الشهر الثالث بحط فيه البي سي جي. طب طلع لنا الارقام اللي مش زوجيه فاضل 2 4 6 12 18 حطيت فوق الدي بي تي عشان الدي قبل الام بعد كده الام ام ار بعد كده صالحهم على بعض الدي بي تي والام ام ار. طلع عندي فاكسينين بحرف الاتش واحد اسمه هيباتيتس بي وواحد اسمه هيب. احطهم فين؟ قال لك ال 18 ده شهر واحد عند العمر ال 18 ال 12 عند العمر ال 12 يا جماعه بدنا كام مره؟ ثلاثه ما ينفعش يكون في فاكسين واحد حطهم معاه. حطينا الهيب وحطينا هيباتيتس بي. لو طلع عندي اثنين الهيب وهيباتيتس بي احطهم مع الاثنين الاربعه الست اللي بتكرر كده اللي فيش ورك دي. حد المشكلة؟ بتاني قلنا أول حاجة أخد الإيه؟ صفر قبل الشهر الثالث 2 4 6 9 11 18 كلهم أوبي في ما عدا قبل الشهر الثالث بحط فيه البي سي جي. بعد كده هطلع الأرقام اللي مش زوجية فاضل لي
2 4 6 12 13 نحط فوق الدي بي تي وحط تحت لان مار صرفهم على بعض الدي بي تي ومن مار فاضل 2 الهب وبطاطس بيحطهم مع اللي بتكرر كتير مع الاثنين و4 و6 يطلع شكل النهاية عامل كده على سبب على الشهر الثالث 2 4 6 9 12 18 حد يمليني بحط فوق بشار كلهم او بي في كلهم بي معانا قبل الشهر الثالث وكلهم او بي في معانا الشهر الثالث بحط فيه البي اس جي صح كده طلعنا الارقام اللي مزوجيه طلعنا الصفر طلعنا 3 طلعنا 9 فضل 2 4 6 12 18 احط فوق الدي بي تي واحط تحت ام ام ار اصالحهم دي بي تي والام ام ار فضل كام واحد الهب هو اللي بتحطهم فين هنا مع 2 4 6 يبقى هنا الهب وهنا ايه هو الهب مفرز الفرنسا طيب فيه هنا دلوقتي الوحده عشان التفصيل الهب هو ده بتضغط على الشكل النهائي للجدول كده خدنا الايج وخدنا الفاكسينات نيجي على الدوز الجرعه كلهم نص ملي ما عدا البي سي جي ولا جابت معانا دي وراها على طول البي سي جي كلهم نص ملي ما عدا البي سي جي بتاخد 1 من 10 لان انا كنت اللي بتاخد بجرعه 1 من 10 ملي طب هو لوفي بتاخد ازاي؟ قرر ينفع نص ملي؟ هي برضه نص ملي بس صورة نقطتين 2 ضرب 4 طن ولوفي دي بتاخد 2 ضرب 4 طن يبقى كلهم نص ملي ما عدا اللوفي دي بتضرب والبي سي جي 1 من 10 ملي طب الروفي طب دي ازاي؟ كلهم انجكشن ما عدا الاوبي بتاخد اور والانجكشن دول كلهم انتر ماسكر اعصابكم ثانيه اسمها ده البي سي بتاخد انتر ديل يبقى فروت في الدوز في اثنين استثناء الاو في والبي سي جي فروت كلهم انجكشن ما عدا الاو في اورال والبي سي جي انتر ديل والدوز كلهم نص ملي ما عدا الاو في بتضرب والبي سي جي 1 من 10 ملي هل المشكله؟ ناخد اول ايه؟ صفر ها قبل الشهر الثالث 2 4 6 9 11 18 بعد كده الفاكسينات كلهم اوبي في ما عدا الثاني حط فيه البي سي جي طلعنا اللي بيساوي فضل 2 4 6 12 18 دي بي دي ام ام ار دي بي دي ام ام ار فضل الاثنين بحرف اتش اللي هو وحدات بتاع حطهم مع 2 4 6 بعد كده الدوز والروت الدوز كلهم نص ملي ما عدا اللي هو فيه بنضرب والبي سي جي 1 من 10 ملي الروت كلهم انجكشن اي انجكشن انت اما تنطر مصدر او سابكو تاني كلهم ينفعوا انت مصدر وكلهم ينفعوا سابكو تاني اسمع عدا اللي هو فيه بتاخد 2 ضرب 4 طن والبي سي جي انتر ده حد يفهم فاضل بقى هدي فين؟ انتر مصر وعصابكو تاني ما عدا البي سي جي انترا ديرمال والاو بي في هديك اور ده اسمه اورال فوليو فاكسين نيجي على هديهم فين؟ الاو بي بيتاخد عطان خلاص خلصنا منه فاضل الفاكسينات التانية هو البي سي جي بيتاخد في انهي دراع؟ حتى ابوها ينساها اللي ينساها يفتح في اللمنه ويشوف يبقى كلهم في الليفت ارم حطك على الليفت ارم وامشي معايا في اتجاه عقارب الساعة همشي كده ولا همشي كده؟ الليفت ارم اهو همشي ازاي؟ يعني انزل كده ولا اطلع لفوق؟ هنزل تحت يبقى ادي الليفت ارم اعدي على الليفت صاي اعدي على الرايت صاي اعدي على الرايت ارم ده كده اتجاه عقارب الساعة يبقى البي سي جي بحرف البي يجي بعده الدي بي تي بحرف الدي يجي بعده الاتش بطاطس بي يجي بعده الام ام ام ار يبقى البي سي جي الدي بي تي بطاطس بي ام ام ار ترتيب الحروف البي سي جي البي بعد الدي دي بي دي بعد الاتش بتركز بي بعد الام ام ام ار تاني البي سي جي بحط فين؟ في الليفت ارم العلامه الموجوده في جسمك موجوده في الليفت ارم قلنا اللي ينساها ازاز يروح الحمام ويدور في جسمه هلاقيها على الليفت ارم خلاص امشي مع عقارب الساعه ادي الليفت ارم يقابلك الليفت صاي يقابلك الرايت صاي يقابلك الرايت ارم يبقى البي سي جي بعد حرف الدي دي بي دي بعد الاتش بعد بي بعد الام ام ام ار كده انا وفرت لكم فاكسين اسمه الناس سيرت الهب قلنا فين؟ لا هو الهب ده حطوه في الجدول مع الدي بي دي ولا مع الام ام ار؟ بيتحط في الدي بي دي في نفس السرنجه في نفس المكان فبعرف خلاص بيتحط مع الدي بي دي في نفس السرنجه وفي نفس الدراع في نفس الرجل عشان كده هو مجرد رحت اديت الطفل التطعيم الرباعي لا الرباعي ما خلاص رباعي هو ده هو الدي بي دي محطوط مع الهب ها مش كده؟ بالتالي ارتداد الفاكسينيشن او القناعات الاجباريه. قلنا عندنا ايش؟ بدي امتى؟ الفاكسينات بدي ايه؟ الدوز والروت والمكان او السايت. اول حاجه الايش؟ صفر قبل الشهر الثالث ها 2 4 6
ده الساعه 12 13 الفاكسينات كلهم كوبي عدا قبل الشهر الثالث بحط فيه البي سي جي طالع على مش زوجي فضل 4 6 او 12 18 هحط فوق اللي بدا من دي بي تي انا عشان حرف دي قبل حرف الام يبقى دي بي تي ام ام ار دي بي تي ام ام ار فده دي بحرف الاتش حطهم مع اللي بتكرر كتير مع 2 4 6 مش كده؟ طيب بعد كده الدوز كلهم نص مللي ما عدا الاو في اتنين دروب والبي تي جي واحد مع 10 مللي كلهم انت لو رحت رحت ثانيه استعاده الاو في تاخد اورا والبي تي جي تاخد انترادرم السايد قلنا البي تي جي منقوط فجيب فك الشمال حطك عليه وامشي مع عالم الساعه اللي بعده الليفت سايد يبقى البي بعد الدي دي بي تي بعد الاتش هتاخد سبي بعد الام ام ام ار فاضل مكتوب اسمه الهب هتدوس الجبل مع الام ام ار يبقى حطه على الام ام ار في نفس المكان في الليفت سايد مع دي بتاعته مع دي بتاعته مشكله فضل عندك حاجه اسمها فيتامين اي فيتامين اي فاكسين لا بدينا ليه بدينا ايه عشان الميزي مالها الميزي اللي انت تخش تضرب كل المسالي موجوده في الجسم فبالتالي بدي فيتامين اي عشان يعمل الكريستاليزيشن يحافظ على المسالي بتاع الجسم خلاص بديه في الشهر التاسع والشهر ال 12 والشهر ال 18 في الشهر التاسع وال 12 بدي الطب كبسوله واحده الكبسوله دي حجمها 100000 وحده بفتحها على الطنج بتاع العيان، لو كبسوله فيها شويه زيت، كبسوله صفراء، بفتحها واضعها على الطنج بتاع الطفل، في الشهر 18 بضاعف الدرع تبقى كبسولتين يعني 200000 واحد، وفي الشهر التاسع وال 12 بدي كبسوله واحده، كبسوله حجمها 100000 واحد، في الشهر 18 بدي كبسولتين حجمهم 200000 واحد، حد عنده مشكله؟ هقول كلام اللي فهمه فهمه واللي ما فهموش كبر دماغه. محدش يفهمه بعد كده، هي مره خلاص. الطفل اول ما اتولد من اول صف لحد اخر حد جاب ولا ال 18 والام ام ار اللي بياخد امتى؟ ام ام ار اول دور خدها عند ال 12 مش عارف كده؟ هو اول دور خدها عند ال 12 ادي اول دور البصل عند ال 18 طيب الطفل ده وصل عند والد عند ايه مده؟ 6 شهور يبقى من صفر لحد 6 شهور هو محمي من الحمايه بتاعت الام الحمايه الربانيه من الجبل اللي عند الام طب اول جرعه ياخدها في الشهر ال 12 هتشتغل اول جرعه ولا لازم البوستر؟ لازم البوستر يعني الواد ده هيكون محمي من الفاكسين عند عمر 18 يفضل الواد محمي يفضل الواد عرضه من عمر 6 شهور لحد 18 شهر من غير محمي؟ هو الفتره دي في حاجه بتحميه الميزيز؟ لا هو هنا مناعه الام خلصت خلاص في الفتره دي هيبدا الفاكسين يشتغل بعد عمر 18 عشان كده بكسر الطريق ده من 6 ل 12 في النص عند الشهر التاسع بيقول لك فيتامين ايه؟ ومع اول طلعه للفاكسين خاف الفاكسين يعمل سايد افكت خاف الاول يجيب له ميزه فبديه الجرعه الثانيه في البوستر دوز بكل الاكشن اعلى فبديه جرعتين فيتامين فبديه في الشهر التاسع وال 12 وال 18 في التاسع وال 12 بديله كبسوله واحده حجمها 100000 وحده في ال 18 بدي كبسولتين حجمهم 200000 وحده فاضل الهيب عارف الهيب ده اسمه هو فيروس انفلونزا قايم بي والانفلونزا دي تختلف عن الانفلونزا الثانيه اللي كان لها اثنين فاكسين في ايه؟ دي فاكسينات ده مفرز انفلونزا تايب بي تختلف عن الانفلونزا اللي كان لها اثنين فاكسين في ايه؟ ماشي هو كاتبه هنا دي بكتيريا منها ثانيه فيروس يعني فيروس انفلونزا بيعمل مرض انفلونزا العادي اللي بيجي لنا عادي فيروس دور فيروس لكن عندي بكتيريا اسمها مفرز انفلونزا تايب بي بتعمل دور انفلونزا شديد جدا تعمل في الطفل ده فارنجايتس توصل للبرين تعمل بكتيريا في حدود البرين تعمل برين دامج تعمل انفلايتس تعمل اير واي اوبستراكشن من شفت الانفلاميشن القديمه اللي بتبقى في بوق العيان بيحصل له اوبستراكشن يموت من اسفكس يبقى مفرط النظر تايب بي دي بكتيريا غلسه بتعمل مرض اسمه انفلونزا خلاص تعمل في الطفل فرانشايتس تعمل ايموجلوتايتس فتعمل اير واي تقفل اير واي تعمل اير واي اوبستراكشن او تعمل برين دامج وانفلايتس خلاص الانفلونزا دي كومن في العيال الاقل من خمس سنين خاصه من سته ل 12 شهر عشان كده بطل في اسمه مفرز انفلونزا تايب بي بتاخد انترماسلر عند شهر 2 4 6 مش كده؟ ومفرز انفلونزا تايب بي وفاكسين بعد كده في انترماسلر عند عمر كنت بحطه فين؟ عند 2 4 6 كنت بتاخد عند 2 4 6 بتاخد جرعه نص مللي بتاخد فين؟ في الليفت سايد مع الدي بي تي كل ده كل الكلام جبته من فوق الجدول قال لك مفرز انفلونزا تايب بي ده فيروس بكتيريا تيجي في الطف تعمل في دور انفلونزا تعمل ايجوجلوتاتس يعمل اوبستراكشن في الايرواي فالواد يتخانق ويموت ويعمل برين دامج ويعمل انفلايتس خلاص كومن في العيال اقل من خمس سنين خاصه في العمر من 6 ل 12 شهر ده بيها بقى جدول التعاطي الاجباري سموا التعاطي الاجباري
مش على السكول. والسكول مش عاوز منه غير انيميشن بس. اسماء الثمانية كومبوننت الطاقة. قال لك ان السكول ده برنامج مكون من ثمان حاجات، الثمانية دول انت هتركز، لازم اعملهم كلهم. لو عملت سبعة وست استنى البرنامج بتاعك مش هينجح، ما هوش لازم. ايه الثمانية دول؟ قلت في اي مكان فاضي من المدارس بتعلم او بتخدم طلبة المجتمع. مدارس تعلم او بتخدم طلبة المجتمع. في عندي اثنين على المدارس. في عندي واحد على المجتمع، يبقى فاضل جنب ثمانية خمسة، خمسة على الطلبة. في عندي اثنين على المدارس. هعمل سكول انفايرومنت، هيلث سكول انفايرومنت. واهتم بالسكول ستاف. واهتم بالسكول انفايرومنت، واهتم بالسكول ستاف. في عندي واحد على المجتمع، هعمل كوميونيتي. عندي فاميلي انفولفمنت، ما ينفعش مثلا انا كمدرس مدرسة اقول لعيال ده في حاجة وحشة. اروح البيت لاقي الوالد وابونا وبيضحك، مش هيصدق كلامي، مش هيسمع كلامي، فبالتالي لازم اقول كلام ويكون المجتمع ويساعدني الفم. هعمل كوميونتي عند فاميلي انفولفمنت، وبعدين على مدرسه ستوب انفولفمنت، واحد على المجتمع كوميونتي انفولفمنت او فاميلي انفولفمنت، واثنين على الطلبه نفسهم، اثنين اديوكيشن وثلاثه سيرفيس. اثنين اديوكيشن وثلاثه سيرفيس. هيلث اديوكيشن اختها هيلث سيرفيس. فيزيكال اديوكيشن بتعمها سايكولوجيكال سيرفيس. اخر حاجه نيوتريشنال سيرفيس. بتاعي مرات بعمل 8 تحت كومبوننت برنامج ده وكمان ثلاث حاجات والثمانيه تحت بيكملوا بعض، يعني ما ينفعش اعمل سبعه واسيب الثاني. قلنا المدارس بتعلم طريقه المجتمع. المدارس ساعه اثنين على المدرسه، هعتبر مره بسكول ستاف ومره بسكول انفايرمنت. المجتمع هعمل كوميونتي اند فاميلي انفولفمنت، هشرف معايا المجتمع والاسره. اخر حاجه طلبه اثنين اديوكيشن وثلاثه سيرفيس. هيلث اديوكيشن وطلع هيلث سيرفيس. فيزيكال اديوكيشن وطلع سايكولوجيكال سيرفيس. اخر حاجه نيوتريشنال سيرفيس. ها عندك مشكله؟ دي خلاص المذكره دي فاضل بس القواعد الاختياريه، خدها المره الجايه. ده مذكره الانفيرومنت. لا فاضل. يلا انفيرومنت. بس يعني انت مش تمسي انفيرومنت ولا انفيرومنت؟ لا انفيرومنت انا مش اصلا حسين حبيبي بتاع الوقت. حسين حبيبنا كلنا. لا مش كلنا. حسين يلا اسمعوا حتى كلام، اسمعوا حتى كلام. قال لك تعريف البيئه، تعريف العلوم بتاع فتره ده. قال لك ان اي شيء يحط الانسان يؤثر فيه ويتاثر بيه، هو نفس الكلام بالظبط. قال لك ان تعريف الانفيرومنت هي اي من انسان. اي حاجه سراوند اس، اي حاجه حوالين الهواء، الميه، الناس، الاكل، اي حاجه حوالين البيت اللي مش قاعدين فيه، المدينه اللي ساكنين فيها، اي حاجه حوالينا بتاثر فيها. انسان سراوند اس كان افكت هيلز. اي حاجه حوالينا بس بشرطنا بتاثر على الهيلز. يبقى تعريف الانفيرومنت هي انسان سراوند اس بس بشرطنا كان افكت الهيلز. بعد كده قال لك تعريف تاني اسمه انفيرومنتال هيلز. يعني ايه انفيرومنتال هيلز؟ قال لك نعمل بروتكشن للهيومن هيلز، نحمي الهيلز بتاعتك من اي انفيرومنتال هاز. وتاني عن تعريف الانفيرومنت هو انسان سراوند اس كان افكت هيلز. بعد كده تعريف الانفيرومنتال هيلز نعمل بروتكشن للهيومن هيلز من اي انفيرومنتال هاز. زي ايه الهازر؟ الجماعه دي احنا كنا كده زي ايه الهازر؟ فيزيكال ماشي، ها كيميكال بايولوجيكال سايكولوجيكال. الجماعه دي جديده عليكم نفس الكلام هناك، زود بس الاكسس. يبقى فيزيكال وكيميكال وبايولوجيكال وسايكولوجيكال اند اكسس. الفيزيكال زي راديشن، تمبريتشر، نويز، بريشر، اي حاجه من شابتر الاوكيبيشن. طيب الكيميكال زي الليفي ميتال، البيستسايد، الانسكتسايد. البيولوجيكال زي بكتيريا، فيروس، فانجس، بارازايت، اكتس. السايكولوجيكال زي اي بروبلم مع الفاميلي، مع الكوميونتي، مع الخلق في الشغل، مع الكورك. الجديد علينا هي الاجزاء. زي ايه؟ بالظبط، ما حدش فتح حادثه عربيه، حد فتح مع الموضوع بتاع الاكس، هنتكلم على الكوارث الطبيعيه. الانفيرومنتال هازارد، يقول حاجات كبيره زي الجلادز، زي البركانو،
هيلز. تعرف انفيرمنتال هيلز انها عامل بروتكشن للهيومن هيلز من اي انفيرمنتال هازارد. زي ايه الهازارد؟ فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال وسيكولوجيكال زائد الاكل. الفيزيكال زي تمبريتشر راديشن النويز الراديشن كل اي حاجه ثانيه. الفيزيكال زي الكيميكال زي الميتال البيت سايد الانسكت سايد. البيولوجيكال زي بكتيريا فيروس فانجس بارازايت الفيتس. السيكولوجيكال زي اي بروبلم مع الفاميلي مع الكوميونتي مع الكورد. الاكشن زي البلاست بركان الاستيك خلاص. طيب ده ايه الكومبوننت بتاعك الهيلثي انفايرمنت بقى ده شكلها عامل ازاي؟ قال لك اول حاجه ببدا المدينه نفسها. المدينه هتسكن فيها عاملها تاون بلانج هخطط المدينه بشكل معين. طيب خططنا المدينه تعالى ابني البيت بتاعك هنعمل حاجات في البيت حاجه اسمها هاوسنج كونديشن. اول حاجه في المدينه تاون بلانج بعد كده البيت هاوسنج كونديشن. فهنا البيت لازم ندخل فيه مراتب نوفر فيه هواء نظيف فنتيليشن نوفر فيه ميه نظيفه ووتر سانيتيشن نوفر فيه بضاعه كويسه لايتنج هنوفر فيه فود اكل فود سانيتيشن. الاكل هتبقى منه بواقي هتروح في الزباله هتخلص من الزباله ويست ديسبوز. ليه بخلص من الزباله؟ عشان ما تمشي تبان اعمل فيكتور اند كانسل كنترول. بقى الكومبوننت بتاعت الهيلث انفيرمنت اول حاجه تاون بلانز ها بعد كده هاوس كونديشن هوفر فيه هواء وميه ونور هواء فنتيليشن وميه اوضه سانيتيشن ونور اديكوت لايت. بعد كده هوفر فيه سانيتيشن اكل نظيف. الاكل ده هتبقى عنده بواقي اسمها الويست اعمل سانيتري ويست ديسبوزال عشان ما تروحش في الزباله فتخلص من الدبان فيكتور اند روت كنترول. بقى الكومبوننت بتاعت الهيلث انفيرمنت هي العناوين الرئيسيه اللي خدناها في المذكره. هناخد اول حاجه التاون بلانز. لو حد بتروح مدينه جديده زي العاشر العبور بلد الدول دي او بلد المدن دي تختلف عن الزازي شوارعها واسعه كلها خضره كلها جناين صح كده؟ المدن دي بقى دايما تقول لك شغال في منطقه صناعيه تروح منطقه صناعيه كلها مصانع كلها شركات عمرك ما تروح منطقه صناعيه لقيت عماره لقيت بيت مستحيل. بيمسك المدينه دي ويقسمها ثلاث اماكن. اول حاجه منطقه صناعيه هيكون فيها المصانع والشركات بيسموها اندستريال اريا منطقه صناعيه. بعد كده منطقه تجاريه اللي فيها النوادي فيها المحلات فيها المولات بيسموها الكوميرشال اريا. بعد كده منطقه سكنيه بيسموها ريزيدنشال او انهابيتنت اريا خلاص. والمدينه دي بنقسمها في تايم بلاننج الى ثلاث اماكن. لازم المدينه تكون كلاسيفايد لثلاث اريا. اول حاجه اندستريال اريا وكوميرشال اريا وانهابيتنت او ريزيدنشال اريا. طب المنطقه السكنيه تكون قريبه ولا بعيده عن منطقه صناعيه؟ بعيده خالص فار اوي الاندستريال اريا. اول حاجه في تايم بلاننج بمسك المدينه واقسمها تبقى كلاسيفايد لثلاث اماكن ها اندستريال وكوميرشال وانهابيتنت. والانهابيتنت دي لو بسميها اعلى من الريزيدنشال اريا تكون فار اوي الاندستريال اريا خلاص. لازم الشوارع تكون وايد وايد ستريت تكون مليانه جرين اريا وفيها بارك خلاص. والشوارع دي تكون وايد ستريت فيها بارك فيها جاردن حدائق ومتنزهات وفيها جرين اريا. لازم اوفر فيها افيلابل اند اتينابل هيلث في الخطه الصحيه مناسبه للناس دي. اول حاجه في تايم بلاننج ثلاث حاجات بقسمها لثلاث اماكن اندستريال كوميرشال وانهابيتنت. الاندستريال تكون بعيده عن انهابيتنت. بعد كده بمسك الشوارع بتوع وايد ستريت يكون فيها جرين اريا فيها باركس وفيها جاردن. اخر حاجه اوفر فيها افيلابل اند اتينابل هيلث كنا قلنا عليها منها متقسمه سكنيه وصناعيه ها شرائحها واسعه تنازليه فيها حدائق وخدمات صحيه. خلصت اول حاجه في مكونات الهيلث انفيرمنت اللي هو التاون بلاننج. هنخش بعد كده على البيت نفسه نعمل هاوسنج كونديشن. ولكن الهاوسنج كونديشن مش مطلوب ليه هاوس مش مخصوص بالبيت ده اي بيلدنج اي مكان مقفول عليه يعتبر هاوس زي الشركه زي المستشفى زي المصنع زي البيت بتاعك اي مكان مقفول عليك بسميه هاوسنج كونديشن. دي مجموعه من الحاجات او الريكويرمنت لازم اوفرها في اي بيلدنج. زي ايه؟ الواحد لما بيجي يشتري مكان اول حاجه بيختار الارض او المكان اللي هيبني فيه. قال لك اول حاجه المكان السايت اللي هتبني فيه البيت بتاعك بيكون بعيد عن اي اندستريال ويست بعيد عن اي هازر بعيد عن الفضاض عن الفولكانو عن الاسكويت عن البليوشن. يعني المكان ده يكون سيف وكلين. اول حاجه المكان اللي هبني في البيت يكون مكان بعيد عن اي اندستريال ويست بعيد عن اي هيلث هازر بعيد عن البلاد عن الفولكانو عن الارثكويك. يعني باختصار كده يكون مكان سيف وكلين خلاص. طب ربنا كرمنا وشرع حفظ الارض تعال نبني قلنا احنا بنبني هنشيل اسمنت الممتاز بتبني سيف ماتيريال خلاص. المهندس اللي هيسمي لك الارض يعمل لك بروبر فاونديشن تحسيس كويس طبعا ربنا يسامحك تبقى سيف ماتيريال وبروبر فاونديشن. بعد كده خلاص بنينا البيت هتنزل دمياط تجيب العفش ما تسترخصش لازم تجيب سيف فرنتشر اساس كويس يستحمل عشان المره الثانيه والثالثه والرابعه عشان تتجوز خمس ست مرات خلاص. وبعد كده ها تبقى سيف فرنتشر واخر حاجه سيف ريحه كانت عاديه هتجيب لك كهربائيه ما تكهربش لها
كونسيرف ماتيريال جامعه تاسيس كويس وريفر فاونديشن تجيب سيف فرنتشر وسيف الكتريكال ابلز. لازم تراعي حاجه اسمها البرايفسي، ان عدد الاوض يكون مناسب لعدد الناس، ما ينفعش مثلا اسره فيها 10 افراد وبنيت اوضه واحده، لازم اخلي النمبر اوف روم مناسب للنمبر اوف انديفيدوال. ها مشكله؟ طيب هدخل فيه فنتيليشن تهويه كويسه، هتعمل في بتاع ادخل فنتيليشن ازاي؟ اعتقد توفر عدد من الفتحات كافي، ادخل نمبر من الويندو. قلنا ان البالنا الشاطر بيخلي الباب في وش الشباك عشان يعمل تيار هواء، هو قال لك الكلام ده، اخلي الويندو دي في كروس سايد في عضله الاعضاء عشان اضمن الاير فلو اضمن تيار الهواء. خلاص؟ وبعدين اعمل ادخل لايت بطريقه كويسه، سواء لايت من دي ارتفيشال او ها او نصر، نصر ازاي؟ الويندو او الفتحات ارتفيشال زي الكهرباء، وهتعمل ادخل لايت وعمل ادخل فنتيليشن ونعمل ادخل لايت. لازم توفر ووتر سانيتيشن ميه نظيفه، لازم توفر فود سانيتيشن، لازم تخلص من الزباله بشكل سانيتي. فتاني ازاي اعمل هاوس كونديشن؟ اقول اول حاجه المكان يكون بعيد عن اي سورس بلوشن، بعيد عن اي هازارد، بعيد عن الاندستريال ويست، بعيد عن الضرب والفكان والسباك، يعني يكون مكان سيف وكلين. حاجه ابني اختار سيف ماتيريال وسيف او بروبر فاونديشن تاسيس كويس. هجيب اساس، هجيب سيف فرنتشر وريفتكال ابلتس، لازم يكون عندي حاجه اسمها البرايفسي، النمبر بتاع الروم تكون مناسبه للنمبر اوف انديفيد. بعد كده هنوفر هديك الفنتيليشن عن طريق ارتفيشال او نشر ارتفيشال عن طريق نمبر من الويندو تكون كافي وتكون في وش بعدها كروس سايد عشان اضمن الاير فلو او تيار الهواء. لا انا هديك لايت بتاعها كويسه، لا برضه ارتفيشال، لا النشر عن طريق الويندو، ارتفيشال عن طريق الكهرباء او الالكتريست. هعمل لوكال سانيتيشن وفوز سانيتيشن وسانيتري ويست ديسبوست. قلنا جنبها اختار المكان، هتفكر ها اختار المكان كان بيت خاص وامان في هواء وميه ونور ومفيش زباله زي زمان. اختار المكان السايت يكون سيف وكلين، خلاص بيت خاص وكان عندي دايز وامان اثنين سيف، سيف في الماتيريال وسيف في الفونتج بروبر فاونديشن وريتكال ابلتس، خلاص مكان فيه هواء وميه ونور. اعمل ليكويد فنتيليشن ووتر سانيتيشن وليكويد لايتنج، مفيش زباله هعمل سانيتري ويست. خلاص بقى ده قلت لك حاجه اسمها الاسطمب العشوائيات. العشوائيات دي اماكن واسعه ولا ضيقه؟ قول انتوا واسعه ولا ضيقه؟ عباره عن نارو كورت او ستريت، شوارع او جامعات ضيقه، نارو كورت او ستريت زي العرفه دي مثلا. طيب العشوائيات دي بتكون زحمه ولا عدد الناس فيها قليل؟ بتكون دنسلي مليانه ناس. طيب بيكون بور هاوسنج ولا عشان فيلل؟ بيكون بور هاوسنج. بقيتهم سانيتري ولا عن سانيتري؟ في عنصر انتري فارمنت دول الطوب يبقى عباره عن نار كورت او سليت تجمعات او شارع ضيقه، بتكون دنسلي بيبريتد زحمه مليانه ناس، بيكون فيها بور هاوس كونديشن وعنصر انتري فارمنت. العشوائيات موجوده في المدن الكبيره ولا الصغيره؟ بيكسلز في البيكسلز على الام سي كيو. العشوائيات موجوده في البيكسلز في المدن الكبيره. عمرك شفت عشوائيات في الزازي؟ عمرك شفت عشوائيات في الزازي؟ ليه؟ كانت كلها على بعضها عشوائيات. خلاص شفنا عشوائيات مثلا موجوده للمهندسين وتطلع فوق وتبص عليك من ورا في امبابا فتشوف فعلا في عشوائيات، لو طلع معاك من ماسبيرو وتبص على الحته اللي وراه تلاقي الجزيره ورا فعلا عشوائيات. فبالتالي تبان لما تقارن حاجتين جنب بعض، اماكن نظيفه اماكن مش نظيفه، لكن الزازيق كلها اماكن نظيفه. خلاص؟ فبالتالي هي موجوده في الميك سنس على ام سي كيو. العشوائيات دي فيها مشاكل. ايه رايكم من هنا في الشارع ده او في العزبه دي لو بيت وقع البيت اللي حواليه كلها تقع، لو بيت ولع البيت اللي حواليه كلها تولع. فبالتالي عندهم زياده في الريت وفي اكسس، شوفوا هضربنا على المنور زياده في الريت وفي اكسس نتيجه الفاير الحرايق او الفول ان البيت تقع. طيب لو واحد عنده تبيب عطس الشارع كله لقيتوا عندهم زياده في الريت وفي انفكشوس ديزيز، خلاص وكلنا طبعا خلاص بقى عندهم زياده في السايكولوجيكال بروبلم وزياده في السوشيال بروبلم. ايه الفرق بين السايكولوجيكال بروبلم والسوشيال بروبلم؟ طيب هو في العزبه دي كنا بنقول ان مثلا من ضمن العشوائيات او من ضمن شكل العشوائيات ان مفيش برايفسي مفيش خصوصيه، ان مثلا 25 فوطه واحده هل كل العشوائيات كده؟ ولا ممكن الاقي بيت كويس؟ اكيد في بيت كويس، اكيد في بيت مظبوط، في بيت 5 6 دور. فبالتالي الحاجات دي المشاكل الموجوده عند ناس وناس لا بيسموها سايكولوجيكال بروبلم. طيب انتشار الجرايم، انتشار الادكشن، ان الدوله مهمله المنطقه دي، ده كان بيحصل على كل الناس بيسموها سوشيال. فالسايكولوجيكال المشاكل بتحصل لناس معينه زي مثلا ناس البرتبس، لكن السوشيال بتحصل لكل الناس زي مثلا كرايم او الادكشن او الدين الكوانس اللي هو الاهمال. خلاص؟ يبقى الاسلام ناركورت او سريت تكون دنسلي بيبريتد تكون بور هاوسنج عن سريت الانفيرومنت موجوده في سكس. ايه مشاكلها؟ مليانه المناطق العشوائيه ويكون فيها عدوى فيروسيه. ها؟ تاني وحواشي نفسيه واجتماعيه والمناطق العشوائيه فيها حوادث زي الاكسن وعدوى
قاعده فرنسيه ذات بيت وفي الدوش الانجليز ومجال النفسيه والاجتماعيه سوشيال وسايكولوجيكال بروبلم. خلاص فهذه مناطق عشوائيه فيها حوادث وعاده فيروسيه ومشاكل نفسيه واجتماعيه، فيها حوادث زياده ريت فاكس سواء الفاير او الفور او اي حاجه ثانيه، وعاده فيروسيه زياده ريت فيكشر سي زي التري وروماتيك فيلم. بعد كده مشاكل نفسيه واجتماعيه سايكولوجيكال وسوشيال، قلنا السايكولوجيكال بتاثر في ناس وناس لا، زي مثلا نفس الدرايفز، لكن السوشيال بتاثر في كل الناس اللي عايشين في العشوائيه نتيجه نفس الديفلوبمنت الاهتمام او الديلينكونسي او الاهمال زي الكرايم ومش عارف قد ايش. طلع بعد كده حاجه اسمها اربانيزيشن اللي هي الهجره. الهجره دي عباره عن المايجريشن، هجره الناس من فين فين فين؟ من الرور اريا من الريف الى الايربن اريا. والناس بتسافر ليه؟ بحثا عن بيتر شوب فرصه كويسه في وظيفه او بيتر سيلز خدمات احسن او رفاهيه ريجريشن. خلاص؟ المايجريشن بتاعت البيبل من الرور اريا الى الايربن اريا بحثا عن بيتر اوبورتيونيتي ثلاث حاجات، فرصه كويسه للوظائف للشوب او رفاهيه ريجريشن او خدمات افضل للسيلز. طب ايه المشاكل؟ هي بتاعت الاسلام، وايه اللي هتحصل في الاسلام؟ ايه اللي هتحصل العشوائيات؟ ها الناس كانت بتهاجر، تروح مثلا مش تنازيل وقعدت في القاهره، الراجل ده لا عنده وظيفه ولا عنده مكان، هيروح يقعد فين؟ في مكان عشوائي. واحد قاعد معاه والتاني قاعد معاه واتصل بالعامل ده قاعد معاه، اتجمعوا مع بعض وعملوا عشوائيه كبيره. خلاص وبالتالي المايجريشن هي اللي سبب في الاسلام، مشاكل المايجريشن هي مشاكل الاسلام، محدش فاهم قصدي. خلاص؟ دخلنا اول حاجه في القنبله بتاعت سنه الفارمن، التاون بلاننج قسمناها لثلاث اماكن او ثلاث مناطق. عملنا اول ستريت، عملنا فيها بارك وجرين وجاردن الي. وحتى وفرنا فيها بلد واعتمدنا الستنس. دخلنا على هاوسنج كونديشن، عملنا مجموعه من الريكوايرمنت اللي تكون موجوده في اي بلد، في اي بلد عشان تكون البيت بس. المكان بيكون خاص برايفسي وامان، سيف فرنتشر وسيف كريتيكال ابيانس وسيف ماتيريال وجروبر فاونديشن، ادكوت فنتيليشن وادكوت لايتنج ووتر سانيتيشن وسانيتري ويست ديسبوزل. بعد كده لو ما عندناش الكلام ده هنخش منها في ستامب عشوائيات، يعني ستامب نارو ستريت او كورت تكون ديستريبيوتد بور هاوس كونديشن عن طريق الانفيرمنت وموجوده في البيك سيت قلنا عليها ام اس كيو. ايه مشاكلها؟ فيها زياده في الاكسنت، فيها زياده في الفوكشن ديزيز، عندهم سوشيال وتكنولوجيكال بروبلم. ايه السبب فيها؟ اوربنايزيشن. يعني ايه اوربنايزيشن؟ عمليه المايجريشن بتاعت الناس من الرور اريا الى الاربن اريا بحثا عن ثلاث حاجات، عن جوب او سيرفيس او ريكريشنال اكتيفيتيز. ايه مشاكلها؟ نفس المشاكل بتاع الستامب. بعد كده الفنتيليشن التهويه. قال لك هو الفنتيليشن ده ان ادخل هواء وانا اطلع هواء من الاوضه، ده انا عاوز اعوض الاوضه هنا اعمل فيها جود فنتيليشن، ادخل لها هواء ولا اسحب منها هواء؟ الاثنين. احنا دلوقتي قاعدين شغالين بروح لما ادخل ولا بشيل هواء؟ بعدين بضيف هواء، المراحل دي بجيب لها هواء، لو انتوا عارفين في المطبخ بشغله الشفاط بيعمل ايه؟ بيشفط الهواء، فبالتالي ممكن تعمل في المطبخ شغل مروحه بس يبقى عدن، هتشغل الشفاط بس يبقى ريموف، لو تشغل الاثنين مع بعض عدن اند ريموف، فالفنتيليشن هو عدن اند اور ريموف. انك تدخل او تشيل او تجمع مع بعض اير اي هواء من اي مكان مقفول كونفايند بليس. خلاص هدخل هواء او اشيل هواء بطريقتين، يا اما طريقه ناتشرال يا اما ارتفيشال. ناتشرال ازاي؟ نفتح الشبابيك والبيبان. ارتفيشال ازاي؟ الاير كونديشننج او الفانز. يبقى الفنتيليشن هو ادن اند هو ريموفنج اوف اير من اي كونفايند بليس، يا اما ناتشرال يا اما ارتفيشال. ناتشرال ازاي؟ ها؟ ناتشرال ازاي؟ الويند. وارتفيشال ازاي؟ الاير كونديشننج التكييف او الفان المراوح. بعد كده في حاجه اسمها الان سانيتري اير. قال لك الهواء اللي ربنا خلقه بطريقه طبيعيه كان سانيتري اير. احنا لما غيرنا في الكونديشن بتاعته ولما لعبنا بمكوناته اتحول من سانيتري الى ان سانيتري اير. يعني ايه ان سانيتري اير؟ انك تعمل تشينج في الكومبوزيشن بتاعت الهواء سواء كيميكال او فيزيكال او بيولوجيكال تشينج. اي تغيير في الاوبتر كونديشن في خصائصه الطبيعيه اللي ربنا خلقه بيه يعتبر ان سانيتري اير. ايه الاسباب؟ ايه الكوزز اللي ممكن توفر عندي ان سانيتري اير؟ لسه اصلا يعني ان سانيتري اير؟ انك تلعب فيه الكونديشن سواء فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال. عشان كده قال لك عندي اسباب فيزيكال واسباب كيميكال واسباب بيولوجيكال. زي ايه الاسباب الفيزيكال؟ ها؟ التمبريتش، ان اخلي هواء سخن او بارد اكتر من اللازم، النويز، الفايبريشن، الراديشن، بخار الميه، الهيومتي، كل الحاجات دي فيزيكال هازارد بالنسبه للهواء او للايه؟ يبقى فيزيكال زي الهيومتي، زي النويز، زي الفايبريشن، زي الراديشن، زي الالكترومغنيتيك ويفز، اي حاجات فيزيكال. طيب الكيميكال زي ها الجاز او الفومز، الغازات اللي بتطلع الجاز او الفومز او الهيفي داست، هو السيليكا والاسبوس والحاجات دي مش كانت تراب كانت داست، هيفي داست. الحاجات دي بشوفها بعينيها ولا سمول؟ عايز تقول سمول بارك، حاجات صغيره جدا، يا دوبك لسه هناك بالنانو جرام او بالنانو جرام، حاجات صغيره بتخش تاثر على السكين اسبوسوس وارك، تاثر على الفاريشن اسبوسوس وكواتا، او تاثر على الاي تعمل اي انشكشن او اي انشكشن. خلاص؟ فتاني اول حاجه فيزيكال زي الراديشن زي التبريشن زي الفايبريشن زي النويز زي الميموريز. امال الكيميكال ممكن جاز او فومز او هيفي داست،
الليفل لاس ده عباره عن سكوين بابكل بتخش تاثر في الاي او في السكن او في الباتري سيستم. طب البيولوجيكال عندك حاجتين، عندك حاجات تعمل ديزيز وحاجات تعمل قلب. حاجات تعمل ديزيز احنا عارفينهم، بكتيريا فيروس فانجس باراسايت. حاجات بتعمل الرجي زي الفتره الجايه المودل والبول هم اللي قام خلاص. والان زي ايه معناه بتعمل تشينج في الاوبتيمال كونديشن بتاعت الهاوس فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال. خلاص ايه اسباب الانشنتر اير فيزيكال وكيميكال ولاش؟ فيزيكال زي راديشن تمبريتشر نويز فايبريشن بريشر او نمط. امال الكيميكال حاجتين، اما جاز او فوم او ايه ميتال. ايه ميتال يعمل ها مشاكل في السكن او في الاي او في الراديو سيستم، عباره عن سكوت بابكل بتخش تاثر في السكن في الاي في السكن او الراديو سيستم. اخر حاجه البيولوجيكال، حاجات بتعمل الرج وحاجات بتعمل ديزيز. حاجات بتعمل الرج زي البولتس والبولن الفضليات او حبوب اللقاح. حاجات بتعمل ديزيز زي بكتيريا فيروس فانجس بارازايت اكتشف. وبعد كده في حاجه اسمها الاير بوليوشن، تلوث الهواء. قال لك معنى كلمه اير بوليوشن هو وجود اني امونت ماتيريال، اي ماده غير مخلوق فيها، اي حاجه ربنا خلق الهواء من غيرها، اني امونت ماتيريال في الاير. بس بشرطين، ان الماده اللي بتكون موجوده في الماء في الهواء فور سفشن تايم بتبقى مده كافيه، او شخص ده اتعرض للغاز ده او التمبريتشر او الميز لفتره كافيه، والغاز كده وتكون نسبتها سفشن تبقى موجوده. وإني المنطد ماتيريال اي ماده موجوده في الهواء بس بشرطين، تكون موجوده في سفشنت اماونت كميه كافيه وسفشنت تايم مده كافيه عشان تعمل انترفيرنس والهيلث اثر على الهيلث بتاع المثال. وتاني الاير بولوشن والاير سالتر ايه؟ فرق بين الاثنين، سالتر ايه هو اي تشينج دكتور كونديشن سواء فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال. امال الاير بولوشن هو وجود اني المنطد ماتيريال في الهواء بس بشرطين، تكون سفشنت اماونت وسفشنت تايم عشان تعمل انترفيرنس ويز الهيلث. ايه السورسز اوف اير بولوشن؟ فرق ما بين السؤال اللي اسمه الكوزز والسورس. الكوزز ده فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال. السورس الحاجات دي جايه من ايه؟ الجازز الدست الفوم الراديشن الهيفي ميتال البكتيريا الحاجات دي ايه مصدرها؟ ايه السورس بتاعها؟ يبقى هناك خد السورسز دي وقسمها فيزيكال كيميكال بيولوجيكال. ده سماه الكوزز وعن سالفه الايه. لكن السورسز الحاجات دي جايه منين؟ هنعرف بعد شويه. مكتوب جنبها بالعربي مصدر خميره اتحرق. ها انا اضطراب كده نفسي مصنع الخميرة اتحرق طلع تراب كتم نفس. والتلفزيون عامل دوشة على مالي بكارثة طبيعية. أنا تحفظه هو مش على بعضك مش معنى دي يودي أول حاجة مصنع. كلمة مصنع ده أول حاجة تلوث الهواء الاندستريال ويست. الحاجات اللي طالعه من المصانع زي الجازز زي الفومز زي الدست اندستريال ويست. مصنع الخميره وانا اضرب شكل زباله وتنزل ترميها تقول لي ريحه؟ لا، بعد يومها يومين بتشم ريحتها. ليه بقى؟ حصل فرمنتيشن، البكتيريا اشتغلت على حاجات الاورجانيك وطلعت منها غازات، فبالتالي الفرمنتيشن في اورجانيك كومباوند بتطلع CO2 سالب الاكسجين وتطلع ريحه مش كويسه والسميل. مصنع الخميره اتحرق الكومباشن الاحتراق الكامل للوقود في المكن او في العربيات او في الالات بيطلع صوتو وصو وسالب اكسجين. يبقى مصنع اندستريال ويست باي اشكال دست جاز فوم اي حاجه ثانيه. مصنع الخميره الفرمنتيشن بتاعت الاورجانيك كومباوند بتطلع صوتو وبتطلع سيو وبتطلع فون سبيل ريحه مش كويسه. اتحرق الكومباشن الاحتراق بتاع الفوم خلاص. طيب طلع تراب الدست ايا كان مصدره من الستريت مش شارع ولا شارع اصلا مش مرصوف في تراب من الهوم حد كنس في الشارع وكنس البيت ورمى الدست في الشارع او بتاع الزراعه اللي جرب في الارض وشرب التراب رمى في الشارع الاجريكلتشر ويست او من الستريت او من الهوم او الاجريكلتشر ويست. طلع تراب كتب نفسي ريسبيريشن وده النبات بتاعك بيطفي قدام مرايه او قدام النضاره وطلع نفس اللي بيحصل بتشبر اشمعنى؟ فيها بخار ميه يعني بالتالي بيزود الهيوميديتي. ايه كمان؟ النبات بتاعك سخن ولا بارد؟ سخن تزود التمبريتشر. النبض بتاعك طالع فيه ايه؟ CO2 فبتزود نسبة CO2. انت خدت منه ايه؟ الاكسجين فقللت نسبة الاكسجين. او لو شخص مريض يطلع بعض الاورجانيزمات فالسبيريشن بيطلع CO2 بيزود الهيلثي بيزود التمبريتشر وبيقلل الاكسجين. ممكن احيانا يكون في بعض السبيسيفيك اورجانيزمات او باثوجينيك اورجانيزمات. فاول حاجه مصنع مصنع اندستريال ويست الخميره مش عندي خميره انا قصدي مصنع اندستريال ويست الخميره الفيرمنتيشن اورجانيك كومباوند اتحرق كومباشن بتاع الفول. بعد كده طلع تراب الدست قال لي كلمه صار كده نفسي ريسبيريشن. التلفزيون هو التلفزيون والموبايل شغالين ازاي؟ شغالين ازاي؟ بالالكترونيك ويفز. ليه ايه؟
راديشن، فبالتالي كان مشكلة مش لازم ضمن الجسم الهزر، بالتالي الالكترو ماجنتيك ويف، بالتالي ما قدرناش نهزر بتاع التلفزيون او الموبايل. عامل دوشه النويز وايل الرشم خرب النويز، المصنع اتحرق اتحرق، يا عم انا عايز جسد طبيعيه اي حاجه طبيعيه زي الفرد الفولكانو الاير سيكونس خلاص. وتاني ايه السورس اير بوليوشن، اول حاجه مصنع الجزيره ويز الخميره فيرمنتيشن فلان كومباوند اتحرق كومباشن طلع تراب الضغط كده نفسي معلش التلفزيون الكتريك ويز عامل دوشه النويز اللي جاي من الماشين من النيبر من الجيران بتوعك من البيت من اي حاجه ثانيه. ها الدراسه الطبيعيه الفلاج والاسك وتاني الفنتليشن قاعد المدور موفمنت اوف اير هاف فايند بليس ده انا خلاص خلاص بدخل هوا وشيل هوا عن طريق الارتفيشال هي ناتشرال ويف. قول ارتفيشال زي ها الاير كونديشننج والفانز، ناتشرال زي الويند. بعد كده عندي حاجه اسمها انسنتري اير وحاجه اسمها اير بلوشن، كل واحد لهم تعريف وسؤال. انسنتري اير هو تغيير في الاوفر كونديشن بتاعت الهواء سواء فيزيكال او كيميكال او بلوشن. ايه السبب؟ فيزيكال او كيميكال او بلوشن. الفيزيكال زي راديشن تمبريتشر نويز فايبريشن بلوشن اي حاجه ثانيه او الهيفز. طيب الكيميكال حاجات جاز وفومز او هيفي ميتال اللي انت بتنزل والباكتيل بتخش تاثر على السكن والباك سيستم وعلى الار. اخر حاجه البلوش هتعمل الرش وهتعمل ديزيز. بتعمل ديزيز زي ها بكتيريا فيروس فاونا بتعمل الرش زي المولتس والبول حبوب اللقاح. بعد كده الاير بلوش هو وجود اي عمود الماتيريال في الهواء بس شرطين، نمبر واحد سفشن تعمود سفشن طاير عشان تعمل انترفيرنس ويز الهيلز. ايه السورس الحاجات دي جايه منين؟ قلنا مصنع جايه من الجزيره الويست صفات المصانع الخميره الفيرمنتيشن بتاعت الجوار الكومباوند اتحرق الكومباشن الاحتراق بتاع العربيات او المكنه او الالات بيطلع سي او 2 وسائل الاكسجين. ها طلع تراب الدست انا كان مظهر من الستريت او من الهوك او من الشارع كده نفسي الزباليشن بتاع الانمل او البلانت او الهيومن بيطلع سي او 2 وسائل الاكسجين بيطلع الهيومتي بيزود الحراره ممكن يكون في اي اوسجينيك اورجانيزم. التلفزيون اللوك بوزيتيف ويف بتاعت الراديشن او بتاعت التي في وبتاعت الموبايل. بعد كده الدوشه النويز اللي جاي من اي مكان من ماشين من مصانع من الات من جنبك من راديو من تلفزيون اي دوشه. المادة كارثه طبيعيه، كارثه طبيعيه زي الفلاد والارثكويك والفولكان. بعد كده عندي نوعين البلوشن، قال لي عندي بلوشن اسمه اوزون وبلوشن اسمه اندور. اطلع تقولوا مين اللي سميه اتموسفيريك تايب؟ كل اصلا اتموسفيريك او اوزون ما ده اسمه اتموسفيريك تايب ده ما سماش. يبقى لا الاوزون ده اندور ده اسمه اتموسفيريك تايب ده ما سماهوش. مين فيكم اتعامل مع اوبن وقلمت الانفيرومنت؟ او دور او دور تعامل مع اوبن وقلبت الانفيرومنت ده بتعامل مع كلوز ولفت الانفيرومنت. مين هيأفكت مور بليشن؟ عشان كده او دور هيأفكت مور بليشن بس مين هيكون مور هازارد الاندور عشان هتقعد في البيت فتره اكبر وتركيز التلوث في البيت يكون عالي خلاص. عندي او دور وعندي اندور ده اسمه اتموسفيريك ده مالوش اسم ده بتعامل مع اوبن وقلبت ده بتعامل مع كلوز ولفت ده بيأفكت مور بليشن ده مور هازارد عشان بالنسبه لي تايم اكتر في البيت وتركيزه في البيت يكون اعلى خلاص. هذا سؤال هذا مشكله بكره ان شاء الله 9 و11 هنخلص البرم. طب اللي عندهم امتحان الاساسي اجابه 9 و1 وبكره 7 و1